الموسم الاول بالنسبه لبيراميدز حصل على المركز الثالث اعتقد، ثم المركز الثالث والكونفدراليه الافريقيه والمشاركه اللعبه على النهائي. هذا الموسم في المركز الرابع، وقد يكون قاب قوسين وادنى من الخروج من البطولات الافريقيه اللي هم الى مباراه الزمالك والاتحاد حسمت موضوع بيراميدز. لماذا هذا التراجع والتباين في اداء بيراميدز في المباريات السابقه؟ السؤال الثاني خاص بعلي ماهر، ويستحق التواجد في المربع الذهبي في 29 مباراه وليس في المباراه الاخيره فقط لا غير. بالضبط، يعني في البدايه نحيي كابتن علي ماهر ونديله حقه على الاداء اللي بيقدمه مع النادي المصري، على الوصول للبطوله الافريقيه، بطوله الكونفدراليه، على وصول المركز الثالث عن جداره واستحقاق. بحييه وبحيي اللعيبه، هو ليه طريقه لعب وليه اسلوب لعب بيناسب نادي المصري وبيقدر يكسب بيه وبيقدر يحقق نتائج ايجابيه. لكن في الاخر النادي المصري في المركز الثالث ولسه ما ضمنش المركز الثالث، هو ضمنه افريقيا. صحيح. فانا مطالب ان انا انهي عن جدارة عن استحقاق في المركز الثالث علشان ابقى خدت المركز الثالث ولعبت في افريقيا، ما كنتش خدت لعبت في افريقيا وانا في المركز الرابع او الخامس او السادس. صحيح. دي وجهة النظر. يعني بالنسبه لبيراميدز، اللعيبه امكانيات اللعيبه امكانيات كبيره جدا في النادي، لعيبه عندها امكانيات عاليه جدا، لكن في الاخر النتائج مش دي المرجوه. يمكن البطوله الكونفدراليه لما وصل الفاينل كان نتيجه ايجابيه بالنسبه لبيراميدز، واول سنه افريقيا يوصل الفاينل دي حاجه كبيره. لكن بعد كده الاداء بدا يرجع، احنا مش فاهمين ليه، مش عارف ليه. يعني مع ان مع كثره النجوم وكثره الامكانيات، وبيراميدز على ما اعتقد ان هو ضحى بمباريات كثيره في الفتره الاخيره، كان يقدر يبقى موجود في المركز الثالث باريحيه. والمصري نفس القصه، كان صحيح. عنده فرصه كبيره جدا. كل الفرق، انا بالنسبه لي الفرق السته او السبعه الاوائل كان عندهم فرصه يبقوا في مراكز مرتاحه اكتر من كده وضحوا بيها. الاهلي ضحى حتى سموحه ضحى في بالظبط. الاهلي ضحى بفرص تقدم بالدوري، الزمالك في البدايه كان ضحى بفرص تقدم في الدوري، بعد كده المصري ضحى، بيراميدز ضحى، سموحه، الاتحاد، كل الفرق دي ضيعت نقاط كانت جديره انها تحطها في مركز هم مرتاحين فيه. بصراحه ده في مصلحتنا احنا في الاخر عشان نشوف مباراه قويه. في مصلحتنا في الاخر طبعًا عشان نشوف مباراه قويه. طبعا دوري ممتع. طبعا.